ياه، الله يمسك بالخير يا عم سكر، والله وحشني قوي بصراحة. هو جدع جدا. هو في حد في الزمن ده يساعدني الناس اسرق ماما؟ لا سيبك من ان هو جدع، ده دمه خفيف سكر. قال شوية اطروفات على فخر، لو كنت سمعتها كنت قلت من الضحك. سمعتها، ودمه كان زي السم ويلطش. ده انا ما كنتش بطيقه. طب كنت بتضحك له ليه يا فخر؟ عشان اجري، عشان نوصل للحظة اللي فيها معانا الفلوس دي. افتح يلا كده الفلوس وخلينا نشم ريحتها الحلوة. على رأيك يا فخر، ده صندوق الفلوس نفسه بينشع عسل. ايوه يا ابني، ما الفلوس تعمل اي حاجة. لا بينشع عسل بجد. بص دوق حتى. لا وكمان ليها صوت، ليها صوت كأنها بتقول لي يلا ابو السيد طلعني يا ابو السيد واصرفني يا معلم. طب ما تفتح يا ابو السيد شوقتنا. يا نهار اسوح، احنا شغلنا خوضنا حد. ايه ده؟ احنا شكلنا خبطنا معزه. هي في معزه تلبس هدوم؟ هي في معزه لونها اخضر اصلا، دي شكلها ضفدعه كبيره. انا على حسب معلوماتي الكائن الاخضر ده يا اما سحليه يا اما ايليان. ايه الاريال ده؟ اريال ايه ايليان؟ ايوه يعني الاريال ده طير يعني ولا ايه؟ الايليان ده كائن فضائي. كائن فضائي؟ هو احنا في كوكب القرود يا جدعان؟ وبعدين ايه اللي هيجيب كائن فضائي في الطريق الزراعي؟ ايوه يا ريتاش، ممكن ما يبقاش كائن فضائي، ممكن يبقى كائن زراعي. مفيش حاجه اسمها كده. استنى عشان ده بينزف. انت عايز تخوفنا وخلاص. استنى بقى يا فخر. طب استنى. بينزف اهو. ده بينزف ملوخيه. توسع كده، دي مش ملوخيه، دي سبانخ ما فيهاش كزبره. يا جماعه احنا لازم نوقف النزيف ده. استنوا اجيب الجاكيت بتاعي. بقول لك ايه يا سيد، الاريال ده لو طلع بجد هنرده على البرد ونبيعه. لا لو طلع كائن فضائي يبقى روح، يبقى لازم نعالجه يا فخر. هنعالجه فين بقى؟ شيء خطير، رائع، مدهش. بص بص بص، لا فكرة عبقرية يا سيد، بروف. عشان تعرفي بس ان جوزك بيفكر مش مهزق زي ما بتقولي. انا بتريق، انت جايبنا تاني عند الدكتور اللهبل ده؟ بس يا ريتاش ما يصحش، مش قدامه، هو هبل فعلا بس ما قدامناش خير. ممكن توطوا صوتكم شوية وتخلونا نشوف الصرصار ده هيقول ايه؟ اتفضل يا عم الصرصار، قول لنا ده ايه؟ انتوا لقيتوه فين ده؟ الواحد شاف كائنات فضائية كتير وقليل، ما شافش النوع النادر ده من أيام إي تي الله يمسيه بالخير. ده كائن فضائي شاب ذكر، سنه يتراوح ما بين 25 سنة ل 95 سنة ضوئية، من فصيلة القشريات. القشريات يعني بيتقشر زي البرتقال؟ برتقال إيه اللي يتقشر؟ قشريات، قشريات دي زي 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 الشرمبز. شرمبز؟ أيوة. إيه شرمبز ده؟ اللي هو الجمبرز. الجمبري بقى شرمبز؟ هو ده الدكتور اللي هيعالجه؟ بشويش يا ريتاش لما نشوف هيقول ايه. ولو دقاتي سعادتك في جلده القشرة الخارجية هتلاقيها مهترئة للغاية وتميل الى اللون البامبا، ده دليل على انه كان في موسم التزاوج. حمادة حمادة، ده الجاكيت بتاعي. والله؟ يعني ده مش جلده؟ لا هو الجاكيت بتاعها فعلا، احنا كنا ملبسينه له لان هو كان بينزف ملوخية بكميات رهيبة يا دكتور. سبانخ يا سيد، كان بينزف سبانخ، انا دقتها. لا ملوخية، الكائنات الفضائية دمها ملوخية. غريبة، مع اني ما شمتش ريحة الطشة يعني. علشان ذكر، الذكور دمهم ملوخية أرديحي، أما الإناث دمها ملوخية بالأنارب. طب طمنا يا دكتور بقى، هو الأريال ده هيعيش؟ لأن احنا حاطين عليه أمال كبيرة جدا. لا لا هيعيش، هو بس مغمى عليه شوية نتيجة الصدمة اللي تعرض لها، لأن الصدمة كانت فيري سترونج. يعني هيفوق إمتى يعني يا باشمهندس؟ يعني قولي ساعتين تلاتة أربعة خمسة، قولي سنة من دلوقتي. سنة؟ ولا فوقهولنا دلوقتي حالا بدل ما أديك في شنبك، وشوف لنا الجتة دي هتتباع بكام. لا تسوى ألوف مؤلفة، ملايين مملينة، مليارات مملينة، بلايين ببليانة. طب اخلص ببلالينك دي وشوف لنا هتشتريه بكام. بس انت لو تصبر عليا شوية ادخله بنك واخد عليه قرض يبقى كتر الف خيرك. قرض ايه يا ابني؟ انت هتشتري فيسبا؟ اخلص معاك كام دلوقتي وتاخده؟ انا معايا 200 جنيه بس طالب ديليفري ب 120 جنيه. يعني هيتبقى 80 جنيه.
80 جنيه ما يجيش ثمن الملوخيه اللي في جسمه. ما انا عماله من الصبح بقول لكم ده شحات. بالراحه ما شاء الله نمشي. بالراحه. لا 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 ارجوكي احترمي ذاتك، انا دكتور محترم لو سمحتي. صراصيرو انت هبقه ولا ايه؟ شوف لنا حد محترم كده مش مهزق زيك يشيل الجته دي ويشتريها ويخلصنا منها. لا ده انت لو نزلت السوق ياخدوه منك على طول لانه شحح في السوق ومش اوانه. انت لو طلعت على اي وكاله فضائيه يلقطوه منك في ساعتها. وكاله فضائيه؟ طب يلا بينا على الحياه والسي بي سي نبيعه بسرعه. السي بي سي ايه وحياه ايه؟ بقول لك وكاله فضائيه مش قناه فضائيه. ايه روما ايه روما ايه ازي بابا ايه مش ده بتاع شرموفرز؟ ولا انت مش قلت سنه وهيفوق؟ يا ما هي سنه ضوئيه بتاعتهم غير السنه بتاعتنا. فخر الاريا الفاقع فخر. انا خايف. انا بقى تتخيل يا فخر. امسكوا معايا. امسكوا ازاي؟ ده شكله مرعب جدا. ده دماغه عامله زي دماغك بالظبط. ما هو ده اللي مخوفني منه. امسك معايا. حلقوا عليا. هلاوي انت بسرعه عليك. الحق فخر ده داخل في موتور العربيه. يا ابني دي العرس هو بيجري هناك اهو. طب بقول لكم ايه، ما تيجي ادخلكم وقت الزمن عندي في المخزن، انا في محاولات تصليحها. 10 دقايق تجيبوه تيجوا على طول. لا تعالى احنا بقى ورا الكشك 10 دقايق كده عشان نديك في شنبك. يا تعالى يا حبيبي تعالى يا فخر. يلا تعالى يا حبيبي. يا سوادك يا سيد انا مش عارف مع عربه كده ليه. ده الاريال ده كان عامل زي الملاك وهو نايم. انا اللي حاسس في نفسي بس ان حته اريال من المريخ يغفل شباب من المطريه كده ويشتغلهم ويهرب. لا انا اللي حاسس في نفسي اكتر ان مراتي سايبانا في المصيبه دي وعماله تلعب في شنطتها واكيد في حاجه تافهه. بتعملي ايه يا رتاش؟ استني يا سيده مش لاقي الموبايل. رني لي عليه كده. يا نهار اسود مش لاقي الموبايل. دي مصيبه اكبر من مصيبه السحاوي. ده انا شاريه من القسط من شارع عبد العزيز ولسه عليه 750 جنيه. انا هرني لك. اهو بيرن اهو. مش سامعاه؟ ما طبعا مش سامعاه عشان انا بكره صوت التليفون فعاملها هزاز على طول عشان انت مهمه. يا سيد بدخل بقى نيجاتيف انرجي حرام عليك. لا هتشتمي بالانجليزي ومعتمد ان انا مش هفهم هنزلك من مدرسه القاهره. ممكن بقى تسكتوا انتوا الاثنين وتخلونا نسمع الراديو. من القاهره والمحافظات وشاهد بعض المره الكائن الفضائي وهو يرتدي جاكيت بامبي اللون. ايوه الجاكيت البامبي ده بتاعي انا كنت ملبسه له. انا افتكرت انا حطيت الموبايل جوه الجاكيت. يعني قلبنا في جاكيت وموبايل وهرب. يا دي المصيبه. مش مصيبه ولا حاجه. احنا ممكن نعمل فاين واي ايفون ونجيبه ونجيب الالين كمان. ايوه كده هريتاج تسلم دماغي. ما يجيبها الا ستاتها. ولا انت فاهم اللي هي قالته ده؟ لا طبعا مش بقول لك يا هريتاج. هو ايه فاين ذا تليفون ده؟ دي خاصيه تتبع ممكن من عن طريقها تحدد مكان الموبايل. فهمت؟ طب افرض بقى قفل الموبايل. حتى لو قفل التليفون يا فخر ممكن نعمل فايند ماي جاكيت نتبع الجاكيت ونجيب الاريال. ايوه كده تسلم دماغك يا سيد. ما يجيبها الا رجالتها. انت فاهمه حاجه من اللي هو قاله ده؟ لا طبعا عشان انتوا الاثنين جهله. بقول لك ايه، روح على البيت عايز اجيب الايباد بتاعي. ايه الايباد ده؟ ده هو الدايت بتاعها. شفت الهيافه اللي احنا عايشين فيها؟ طب امسكه كويس بقى. يا مجنون. اللوكيشن بيقول ان الالين هنا. يا سلام. وايه اللي هيجيب الاريال يعيش هنا يعني؟ هم القرايل كده فخر بيعيشوا في الهناجر وبجوار مسرح البالون. وفي السيرك القومي صح؟ بس بقى بطلوا هبل. دلوقتي لازم نلاقي حل علمي. بقول لك ايه، بسبس له كده ممكن يطلع. عامل ايه؟ بسبس له. بس بس وده حل علمي يعني؟ ممكن تخرصوا انتوا الاثنين؟ انا هعرف اصطاد الاريال ده. همد السناره كده واجيبها كده وارخيله واشد واشد مره واحده هيطلع الاريال. ايه العبط ده يا ابني؟ هو سمكه؟ هي البتاع دي اللي هتجيبه. انا هجيبه باللزقه. انت عايز تجيبه باللزق فرن؟ ايوه. ده اريال على فكره مشوار. ايوه ماشي. ما انا هحط له على كرتونه هيلزق هناخده على طول. لا يا حبيبي هو بالسناره يتشد على طول. لا احنا هنصطاده باللزقه. لا لا بالسناره. لا هنصطاده باللزقه. لا بالسناره. هنصطاده باللزقه. بالسناره يا سيد. باللزقه. بالسناره. خلاص بقى خلاص بقى يا حبايبي. خلاص الزقه انت باللزقه وبعد ما يلزق اصطاده انت بالسناره. طيب ماشي بس كده خلاص بقى يعتبر انا اللي اصطادته لان هو لزق في اللزقه الاول. لا يا حبيبي ما انا اللي هشده بالسناره. ايوه ماشي بس هو يبقى اصلا لزق في اللزقه فيبقى انا اللي اصطادته يا غبي.
لا مش غبي ها. لا غبي وبتعاند عشان عارف ان انا اللي اصطدته واللي انت بتعمله ده تحصيل حاصل. مش تحصيل حاصل. لا تحصيل حاصل وانت بتعاند. بص مخنوق ازاي؟ بص دمه اتحبس ازاي؟ هيعيط، هيموت، هيقلد الكتكوت، هيعيط. بس حرام عليك بقى ويعيط. بص يا فخر ما تزعلش. حصل خير. طب يلا يا جماعه شوفوا لي الكرتون. ثبت لي كويس بقى فخر. ماشي يا عم زي انت مالكش دعوه انا هثبتها لك. اوعى كده اوعى. ثبت لي على الحته دي بقى. ماشي. ايه ايه تمام كده؟ تمام زي الفل بقى ثبت حديد. طب يلا يلا يا جماعه عشان اسمع صوت. ايه؟ زهقت. ايه؟ انا لزقت. الله يخرب بيتك يا فخر، لزقت ليه؟ عامل ايه يا ابني امر الله؟ ايه اللي لزقت ليه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي يا رتاش؟ لقيت ايده وخلاص؟ لا يا سيد انا سيد. لا ما ايده هي مش لازقه. طب خلاص اعمل طعم عشان لما يجي يمسك فيك نمسكه احنا. اعمل طعم ازاي؟ طعم دوده 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 يعني ماشي كده كده فرخه مش دوده. مالكش دعوه اعمل ايه طيب؟ اعمل دوده دوده. لا كده هندي مش دوده. مالكش دعوه يا سيد. مش هينفع يا سيد. اسكت اسكت يا فخر اسكت. جه ني 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 إزي ماما هي إزي دودة هي ني أكل فخر ني أكل فخر الحار يا سيد الحار يا سيد إزي ماما هي يا سيد تعال بسرعة يا أخويا اديله لزق ده تثبت حديد. طب يلا نشيله بالكرتونة. شيلوني معاكوا بقى. آه شيلي فخر معاك كمان بالكرتونة. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا قلت لك يا فخر ده يتربط فوق السطح مع كلاب الجيران. انت مصر نربطه في الحمام قديم زروت كل حته ومن امبارح بالليل عمال يعوي ما نايمنيش دقيقه. شايف المايه اللي عاملها هناك دي يا فخر؟ لا ما تظلموش يا سيد المايه دي انا اللي عاملها. وبعدين اللي مش عاجبك ده اتفرج عليه بعد سنه هجيب لك منه ولده يا سيد. العيال بتوع التجمع هيخطفوها هوا وهسميها جرين روتريفر. وبعدين يا بني ادم قايل لك 100 مره اكله بعديها بتلت ساعه نزله اي جنينه هيعملها على طول. ما انا حطيت له دراي فود من امبارح ما اكلش منه لقمه. يا ابني جرب اكله دلوقتي. طيب امسك بس عشان ايه بالراحه يلا ايه بالراحه بالراحه خالص يلا يلا كم ايت ايت يلا يلا امسك 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 ايه يا ماسكو انت بتقول له ايه؟ بقول له ايه؟ ده ما بياكلش بالانجليزي ده هات له هياكل ورجوله واضربها في رز هيرمي معاك لحم وعضل. انا بربي من زمان وعارف ده مكانه الحمام. خلاص بدل مصر نربيه في الحمام يبقى على الاقل نعوده يعمل في ركن واحد. ماشي امسك بقى هوريك ازاي نعلمه. تمام يلا ايزي كم يلا ايزي ايزي جماني جماني ايوه ايزي جماني جماني ايوه يلا ايزي اطلع هات الجرنون ده يلا بص انت عملت ايه بص يلا شم كده نو كده نو يلا 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 هتطلعه كمان ايه ست 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 هتطلعها كده كمان ويخاف من الناس. ست انا اللي بكلمك بصيلي بصيلي انا اللي بكلمك ست ست جود بوي جود بوي جود بوي هو سهل جدا جود بوي ست كاتش يوما سكر ده كداب انا مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه كل ده عشان رفضت اتجوزه زمان فبيتهمني اني حراميه. طب انا اسرق منك 20 مليون جنيه ليه؟ ما انا لو طلبتهم منك هتديهم لي مش كده؟ ماما الو احنا كده تمام وزي الفل معانا الاريال وناقصنا حد يشتريه. حد يعرف طريقه لبيعه؟ انا في واحد صاحبي عنده محل اسماك وادوات حيوانيه ممكن نعرضه عنده. مفيش حاجه اسمها ادوات حيوانيه اسمها ادوات منزليه. اه صح. طب خلاص اكتبي كده على جوجل ازاي نبيع كائن فضائي.
انا لو كتبت كده على جوجل جوجل ممكن يدف في وشي. طب اعمل ايه يا ريتاج؟ انت بتحبطيني ليه؟ اخش اسربه؟ ممكن بقى تسكتوا انتوا الاثنين عشان عرفت هنبيع الاريال ده ازاي؟ الحق يا علي يا علي. يا معلول في ايه؟ بص كده على الاعلان ده. يا ابن اللعيبه فرصه العمر. طبعا طقم كاسات وعليه طقم جيلي هديه ب 99 جنيه بس. هو انا بفرجك على اعلان الشركه السعوديه؟ معلش اصل انا مركز مع عيد الام عشان امي وحشاني يعني. طب ركز معايا عشان ما خلكش انت اللي توحش ماما. اوكي يا حاضر. بص كده على الاعلان. كائن فضائي للبيع. تفتكر هو ده؟ وانا هتوع عنه. طبعا هو. يبقى لازم ابعت لهم على الايميل. الو السلام عليكم، مع خدمه الاريال ما بعد البيع، مع الكابتن فخري من قسم الصيانه يا فندم. ايوه ذكر وارد المريخ، طاعة وشراسة، ومعاه شهادة التطعيمات بتاعته. مظبوط. لا يا فندم، بعد ما تشتريه يعطل ايه؟ لما تشتريه ويعطل منك يا فندم شد الفيشة وحطها تاني، اللمبة هتنور يشتغل معاك على طول. لا يتركب ايه؟ هو حصان؟ شكرا يا باشا، شكرا يا باشا. في واحد عايز يدخل الاريال في جهاز بلاي ستيشن ومعاه دراع واحد، اقول له ايه؟ دراع واحد؟ قول له ماما حلوة واقفل السكة في وشه. مامة حضرتك حلوة، مع السلامة. يا جدعان أنا زهقت، إحنا مش هنعرف نبيع الإيريال ده. الحقوا يا جماعة، في واحد بعت لي على الإيميل عايز يشتري الإيليان. وإيه الجديد يعني؟ في 200 واحد عايزين يشتروه، أعلى سعر جالنا 350 جنيه. بس بيقول لي هشتريه بأي تمن. طب قولي له كده مليون دولار؟ لا استنى، قولي له 6 مليون دولار. يا سيد كتير يا سيد، 6 مليون دولار إيه؟ يا فخر، الإيريال ده سعره تايه زي العربات الكوبية، ممكن تضرب معانا ويجي 6 مليون دولار. ماشي. وقف على 6 مليون. انت بالله؟ والله العظيم. وعايز العنوان عشان يجي يدينا الفلوس. طب اديني العنوان بسرعه، مستنيه ايه؟ يا مجنون. الرد وصل يا علي. حلو، طيب كمل. النهارده هيكون يوم عظيم في تاريخ مين ان بلاك. اخيرا لقينا الهدف اللي بنسعى وراه بقالنا سنين. هندوخني وراه من بيت لبيت. هجيبه لو في بطن امه. طب احنا مش محتاجين اسلحه؟ لا، اسلحه ايه؟ أنا هقبض عليه بإيديا دول، إيديا دول. طب شوف كده سكوب إيت. لا لا، سكوب إيت ده ما بيركبش على أي سلاح. وبعدين ده مش موضوعنا، إحنا لازم نتحرك في أسرع وقت. طب يلا 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 قبل ما الزون تقفل، يلا يلا. أنت بتعمل إيه؟ خلص بس النابة دي عشان مابة؟ بقى أنا عمال أنحر في صحتي، واخد المهمة على صدري وعمال اعمل كده وبايديا دول، وانت بتلعب بابجي؟ معلش يعني انت قال مين معينك يا في المين ان بلاك يا انت ابناء عاملين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيد. سعيد مبارك. يا فخر، انت طالب حاجه من زارة؟ لا احنا مش الدليفري بتاع زارة، احنا جايين علشان الاعلان بتاع الكائن. اهلا وسهلا يا فندم، هو جوه في الحمام بس الكلام مش هيبقى معايا انا، الكلام هيبقى مع اخويا او مراتي. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل. يا رب يا ساتر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امورنا يا ريس. احنا جايين علشان نعاين الكائن. ماشي يا باشا، بس العرف بيقول نص الفلوس قبل ما تشوفه ونص الفلوس بعد ما تستلمه. يشوف الكائن الفلوس تبقى على الترابيزه. لا يا باشا، دي مش لغوه بيع وشراء ابدا دي. يا فخر ماشي حالك عشان المصلحه تقضى. ماشي يا سيد، عشان خاطرك عايزين نشوف الكائن. الكائن جوه في الحمام بياخد دش، خبط قبل ما تخش. طب اخش افرجهم انا الكائن؟ كائن ايه؟ اقعد انت، هتشتغلني انا. بقول لك ايه، انا كنت عاملها على روحي، العيال دي شكلها مريب قوي. وانا بقول لك العيال دي هجاصين وبطنهم فاضيه، العيال دول خارجين في العيد ومفيش دولار في جيبهم. يا جماعه انا شاكه في حاجه، ما هو اللي جوه ده لو إيليان اكيد دول مان ان بلاك. ده برفان؟ رجال مترشحون بالسواد. سلاما قولا من رب الرحيم، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. يا ريتاج في ايه؟ دول اللي بيصطادوا الكائنات الفضائيه هيصطادوه. نهار اسود،
جهاز مكافحة الكائنات الفضائية؟ يبقى احنا هنبات في اسم المريخة معلم.